اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حابب ان يكون لها طعم تاني. كلنا بنحب ناكل الحاجات اللي موجوده في المطاعم او اللي هي بيكون لها اسم في المطاعم، شيش كباب، شيش طاووق، كباب حله، حاجات كده لطيفه بطعم تاني خالص. معانا النهارده الشيش كباب. وشيش ليه؟ لانه لازم يتحط في الشيش او في الاسياخ، دي مدرسه لوحدها. البعض بيعمله مع المشروم، بعض يعمله مع فلفل رومي، طبقه لحمه مع طبقه فلفل، طب مع بصل وهكذا. انا النهارده هعمله بطريقه تانيه خالص، هعمل الشيش كباب مشوي مع الباربيكيو صوص. مدرسه، المدرسه المغازيه، هنشوف نشويه ازاي ونعمل النسيج والاتفاق ما بين اللحمه والباربيكيو صوص، ازاي الاثنين يتفقوا مع بعض في حاله لما يكون بيتشوي. معانا هنقدمه طبعا مع بطاطا بوريه للاطفال الحلوين، علشان البطاطا البوريه مع الباربيكيو صوص بيبقى طعمها لطيف وحلو. هنعمل طبق مكرونه النهارده بالجرين تشيز. في جبنه خضراء يا شيف؟ في جبنه خضراء. شيف المغازي النهارده هياخد الموزاريلا يحولها لخضار جميل، ربنا يخضر ايامنا ان شاء الله، بصلصه البيستو صوص اللي هو الريحان المخلوط بزيت الزيتون والثوم. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما الحاجات بتكون على السفره عشان نشد انتباههم. هنعمل لهم النهارده الكب كيك بالكراميل. ايه قصه الكراميل مع الكب كيك وازاي نكتفي بالسكريات اللي موجوده في الكراميل؟ دي مدرسه مغازيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه في الحلقه بتاعتي، وكمان تقدر تخش المطبخ تشوفي كل التفاصيل بطريقه سهله وبسيطه. هنطلع فاصل صغير، بعد الفاصل او اطرحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ونظافة المطبخ من أساسيات شغلك. بص بقى، تعملي أكل أحسن من اللي بيعمله الشيف المغازي، تعملي أكل أحسن من أي حد بيطبخ. نظافة المطبخ يا أختي يا خالتي يا عمتي يا أمي يا كل اللي بيتابعوني يا بنتي أهم أي حاجة في المطبخ. ليه بقى؟ رقم واحد، بتديكي طاقة إيجابية إنك تقف في المطبخ. خش كده والمطبخ رايق، تبقى عايز تعملي كل حاجة. مطبخ زحمة وأطباق كتير ومواعيد كتير في قلب الحوض، مش هتعملي أي حاجة خالص، صدقيني بجد. أنا بقول لك الكلام ده لأن أنا طبعًا دارس مطبخ، وخبرة السنين الطهوية دي كلها بقدمها لحضراتكم بكل بساطة وسهولة. الشيش كباب اللي في الفرن، نبص عليه مخرجنا الجميل. يلا أهو، بص على الفرن، الشيش كباب أهو في قلب الفرن، بيكمل سواه طبعًا مع الباربيكيو صوص، ويقول لك عطشان يا سمراني اسقيني إيه؟ باربيكيو صوص. عملته بالتكنيك العالي في قلب الفرن. هبدأ دلوقتي نشوف مع بعض نعمل ازاي الكب كيك بالكراميل. مقاديره على الشاشة، والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مع مقادير بسيطة وسهلة بتوصلنا المطبخ طهوي لطيف وجميل. دقيق كوبين، نص كوب من الزيت، حليب واحد كوب، واحد كوب من السكر، ثلاث بيضات، بيكنج باودر، شوية فانيليا، كل دي المقادير معانا زي الفل. والمقادير على الشاشة تقدر تصورها بتليفونك أو إنك أنت تكتبيها ورايا. وأنا شغال، خلونا نعمل الكراميل مع بعض. الكراميل اللي بيتعمل إزاي؟ سكر على النار، أنا بهدي النار خالص لأن مش عايز نار هنا، مش ندفع فاتورة كهرباء على الفاضي وخلاص. أهو زي الفل. النار، بعمل إيه يا عم الشيف؟ معايا شوية حليب، سوري السكر. أهو هعمل كراميل. ادي السكر بتاعنا بنسقطه في قلب الطاسه، حلو قوي. طبيعي لما انا بعمل الكراميل لمدرستي انا بقى، دايما لما بنيجي نعمل كريم كراميل اللي احنا بنعمله كلنا، بتلاقي الكريم كراميل ممرر. ربنا يكفينا شر المرار. ليه؟ الكراميل اللي بيتمرر منك، فعلشان تخرجي من المأزق ده اهو معايا معلقه اكل او معلقه شوربه اهي. شفت كانك بتشبع نفس، واحطها في النص كده. بس معلقه الميه الصغيره دي بجد بمثابه ان هي بتخرجك من مشاكل مراره الكراميل اللي بتعمليه، سواء بتعملي كريم كراميل، سواء بتعملي تورته كيكه الحلو اللي هنعمله دلوقتي وهكذا. هنسيبه على النار، وهي واحده يا برنس بس، هو ده واحده. حلو الكلام، زي الفل. نبدا نشتغل في مقادير الكب كيك بتاعنا. بوله، اللهم صل على النبي. احنا طبعا هنشتغل في الكب كيك علشان محتاجين ندخله النار ونكسب وقت. ثلاث بيضات،
لو البيض في التلاجة بتطلعيه قبل ما تخلطيه بربع ساعة حسب درجة الجو، درجة الرطوبة أو درجة البرودة بتاعت الجو. معانا مع البيض، فين السكر يا عم الشيف؟ أهو ناخد من هنا عشان البيض يدوب بسرعة ويبقى جاهز معايا. معانا فانيليا بنحطها، بناخد من السكر كده تقريبا معلقة. أوبا، الله أنت مرزة يا شيخ. شوية السكر دول معلقة تقريبا زي الفل، بنقلبهم مع بعض. في واحد كده لما يحط سكر تلاقي البتاع ما فيهاش سكر، شوف المغازي يحط سكر، هي لو ما فيهاش سكر السكر تبقى مليانة. نخلط البيض مع السكر. البيض مع السكر بيساعد على ذوبان البيض جيدا وخلطه جيدا. بالشكل ده كده. مع الفانيليا. في ايدي اهي يا برنس اهي. احطها هنا اهو. هي في ايدي اهو. شفت الحلاوه دي؟ العب. راح البيض اهو، شفت ده قوام البيض اهو. مع السكر. اوعى تخلط البيض لوحده. كانك بتخض ميه عشان تطلعي سمنه. شفت البيض؟ تقليب البيض مع السكر بيديك القوام ده. شفت القوام ده كده؟ بيض مع سكر. طب جربي كده تخلطي البيض لوحده، مستحيل يديك القوام ده. حلو قوي. هنحط زيت. ابا حط حليب. ابا حلو قوي. ونقلب مع بعض. لا ده انا مش هيديني بقى قوام. في دخلت ماده سائله هنا تقطع معاكي. طب نرفع فوق كده، فين البيض؟ مفيش حاجه. حلو الكلام، حلو الكلام. معانا دي مخلوط ببيكنج باودر، نقلب البيكنج باودر مع دي طبيعي. تعملي كيكه، تعملي تورته، تعملي بان كيك، يفضل خلط البيكنج باودر بالدقيق حتى تذوب الجزيئات كلها مع بعضيها. البيكنج باودر مع الدقيق، حلو الكلام، كل دول مع بعض. ناخد من الدقيق نحط هنا كده. ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ايه الاخبار؟ هو ده. ما تبص لها على الكراميل كده. فرسان التلفزيون المصري. هو ده طلع معايا. ايه هي ايدك عيار يا شيف؟ ربنا يحسن ما بين ايدك يا شيف. هو ده. نشوف القوام هنا بقى، شفت من شويه؟ نشوف القوام. بص على القوام، بص على الحلاوه. الله يرحمك يا عم متقال، بص على الحلاوه. شفت؟ هو ده خلص الكب كيك. حلو قوي، تمام زي الفل. نجيب القوالب بتاعتنا، اللهم صل على النبي، ونحط كده المقادير ونبدا نشتغل مع بعض. بس خلونا نخلص قصه الايه؟ الكراميل. الكراميل اللي بيتعمل ازاي يا مغازي؟ السكر حطيناه على النار، مفيش مرار، ربنا يكفينا شر المرار. معلقه ميه صغيره هي اللي خلصتني من المشكله دي، خلتني واقف مريح. خلي بالك تحط السكر بقى لوحده، زمان تسمعي دلوقتي تشم ريحه المرار دي وتطلع على السلم. وريحته بتبقى وحشه جدا على فكره. الكراميل طلع معايا. شايف اللون ده كده؟ الخبرة الطهوية هنا بتقول ايه بقى؟ حلو قوي. لو عملنا الكراميل ده وحطيناه في قلب الكب كيك بالمدرسة اللي عاملها دلوقتي، بعد ما بتبرد الكب كيكاية الكراميل ده هيبقى جوه الكب كيكاية ناشف، ممكن الأطفال وهما بياكلوا منه يكسر سنانهم. فاحنا نعمل ايه؟ فاحنا مش عايزين سنان الأطفال أو ضيوفنا أو اللي هياكل من الكب كيك تتأثر خالص ب القوام او بسماكه او بصلابه الكراميل، ده الطبيعي. نقوم نعمل ايه؟ تركيبه حلوه قوي. نحط مكعب زبده. حلو. نحط هسه من الكريمه اللباني. شفت الجو ده كده؟ بس خلاص. ونقلب. هنا السلامه، هنا الامان. هنا السلامه وهنا الامان. يا سلام، ست ام كلثوم قالت ايه؟ واثق الخطوات يمشي ملكا. انت كمان في مطبخك لازم تكوني واثقه من نفسك. معلقه الزبده، معلقه الكريمه اللباني، ادتني القوام ده كده. لو انا بعمل كراميل عمره ما هيديني القوام ده. شفت القوام بتاعه؟
حلو قوي. حلو، دي خليه يطلعها بره النار. الله يبارك لك يا عم الشيف. وناخد المقادير بتاعه الكب كيك نصبها. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل المضرب ده كده، دي حاجه جديده. قولي معايا حقوق الطبع لدينا وبس مع الشيف المغازي. خلي بالك، شوف انا اعمل ايه بالله عليكي. سمي بسم الله كده وقول الله يبارك لك يا ابو غازي وانا شغال. جايبين لي ريحان اخضر، ينفع ده يا شيف؟ ينفع، جربي. انا مش بعمل اختراع ولا حاجه، بعمل حاجه كده على بالي. دي تفصلك من الطعم وانت بتاكلي الكب كيك ده كده. ورقه الريحان في قلب الكب كاكايه هتلاقيها مديالك طعم مع الكراميل مع المزيج الحلو ده كده اهو. دي بقى اللي بيسموها الافتكاسه او الفلسفه بتاعه المطبخ. الواحد لما بيوصل للمرحله العالميه اللي هو انا يعني، واعوذ بالله من كلمه انا، بيبدا ان هو يالف يبدع. جيبي لي بقى مدرسه بتقول الكلام ده. في مدرسه واحده بس، هي مين؟ العب. تسيبوني انا اكمل الموضوع ده؟ ايه رايكم نعمل واحده كمان؟ زي الفل. زي ما تحبوا. حلو. ما تملاهاش للاخر. التلتين كب كيك والتلت فاضي. في طريقه تانية، ناخد الطريقه التانية دي وتسيبوني ونطلع فاصل. لا، طريقه سهله جدا. حلو الكلام. ما تقولوش لحد الطريقه دي، لكم لحضراتكم بس. شويه زيت، الله عليك يا شيف. ومعلقه، الله عليك يا شيف. وسيبنا اشتغل بقى وعيش الحكايه. اللهم صل على النبي. دي اسهل، شفتوا بقى؟ حاضر. دي اسهل. استاذ المصورين بيقول لك دي حلوه دي. دي اسهل. انا بقى ده ساعات بتغلط وتخش جوه الكب كيك. لا دخل. دي اسهل. شفت ازاي؟ حلو. تاني. الله عليك يا شيف. عينيا. ووزع كده المقادير بالتساوي عشان يبقوا كلهم زي بعض. ده لسه في تركايه، الله يرضى عليك. خلينا بس نكمل الموضوع ده عشان الكراميل بتاعنا. نعملهم مع بعض. عينيا. حاضر. الله يبارك لك. نعمل ايه يا شيف؟ زي ما انا شغال كده. طيب ازود بقى عشان كله زي بعض، عشان في تركية حلوه قوي هنا. هتدعوا لي بجد يعني، والله هتدعوا لي. وزعت انا كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام. اشيل ده كده من هنا واشيل ده من هنا عشان تصورني معاه، لان التركية دي مش موجوده غير عندنا وبس. لما بنقول الخبره الطهويه والرؤيه والفن والابداع مش من فراغ. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ كله ناطر. ناطر يعني منتظر. ناخد الكراميل بتاعنا والتوفي بتاعنا اللي احنا عملناه. ونشيل المضرب منه. طب ما نشوف القوام قبل ما نشيل المضرب. مسك نفسه؟ جمد؟ لا. شفت ازاي؟ قبل ما احطه. شفت القوام؟ اطلع لغايه الكرين. مين معايا على الكرين؟ شفت القوام ده كده؟ ايه الحلاوه دي؟ القوام ده جاي منين يا عم الشيف؟ من الكريمه اللباني والسكر والزبده. طب الكراميل ينفع يديك القوام ده كده؟ مستحيل طبعا. زي الفل. اشيل المضرب ده كده، انا مش عايزه. خلي بالك، انت ممكن تعبي ده ببطرمان وتخليه على جنب، تعملي شويه بان كيك للاولاد تحط منه، تعملي عجينه الكريب تحط منه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ واحنا شغالين بقى مع بعض.
الله عليك، دي حاجة جديدة دي يا شيف. طب ما نحط عسل وخلاص. صل على النبي في قلبك، الموضوع هنا مختلف. اهو حاضر حبيبي. شفت ازاي؟ بوزع الكراميل على الكب كيك بتاعي. طبعا عملية التسوية هنا بقى في انسجام ما بين مقادير الكب كيك وما بين مقادير الكراميل اللي انا بحطه دلوقتي. عايزين تتفرجوا عليها صح بعد ما تطلع من الفرن. حلو الكلام، بس هتدعولي تقولي تسلم ايدك يا شيف. ايه رايك يا مخرجنا نطلع فاصل صغير؟ طيب خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل، لان انا عايز اوزع الكراميل بالتساوي على الكب كيك عشان كل الاولاد ينسجموا مع الكب كيك الجديد النهارده وماما تعمله لهم. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان نكمل بعد كده اللي ورانا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. الكب كيك بتاعنا بالكراميل وكمان حقوق الطبع لدينا وبس مكانه هنا عشان طبعا طالع من الفرن. وانصحك طبعا عمليه الغرف، يلا نبص عليه حبيب والديك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. نشيله كده بالراحه اهو. تفاصيل الكب كيك بالكراميل شفناها من بداية الحلقة زي الفل. تبرد معانا بنشيلها بسكينة صغيرة. وحابب أقول لحضراتكم حاجة قبل ما انهي الحلقة، الأكل ده بيجي منين وأفكاره دي بتيجي منين؟ من حبك للمطبخ، إنك بتخش المطبخ حابة إنك تعملي حاجة حلوة. شايفة أهي زي الفل أهو زي الفل. نغرفه في طبق، معانا وقت. بنت حلال بنت حلال بنت حلال، هو ده هو ده كده. الله عليك، شفتوا بقى انا متعه الحياه عندي. بيسالوني يا شيف بتحب ايه؟ اقول لهم متعه الحياه لما يقولوا لي معاك دقيقه. بجد والله يا شيف، ده احنا بنقف في المطبخ بالاربع ساعات. انا بقى تفرق معايا الدقيقه، تفرق معايا انا. ناخد الكب كيك ده كده. حاضر عينيا هو ده. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. أبطأ شيء، إيه الحلاوة دي يا شيخ؟ إيه الجمال ده؟ أنت معايا؟ حبيبي؟ طبعًا خلي بالك، والله الأستاذة رحاب دي بنت حلال. دي لو اتثابت في قلب الكب كيك الكراميل ده هينشف، مش هعرف اطلعها حتى لو بالواسطه. قمت ايه غرفتها دلوقتي وهي سخنه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لازم تتغرف وهي سخنه. احنا في الاخر عايزين نشوف حاجه حلوه. مكانها حلو كده ولا اشيلها ورا؟ فكره جديده. طيب حاضر. عندنا ايه يا فندم؟ طيب عايز اقول حاجه، انا بعمل النهارده حاجات لطيفه وحلوه. خش المطبخ كده صدقيني بجد، طالما انت داخله وحابه تخش المطبخ الميه من ايدك شربات، وخاصه لو عندك ضيوف انت حباهم، حماتك ماما اهلك اسرتك، هتخش المطبخ الحاجه اللي انت
يعني عندك شك في ان هي تطلعش مظبوطه، خش بس وعندك ثقه في نفسك هتبقى زي الفل. عملنا الكب كيك بالكراميل، عملنا طبق شيش كباب مع بطاطس بوريه وحقوق الطبع لدينا، وبس عملنا طبق مكرونه جامد جدا بالصلصه الخضراء او بالجبنه الخضراء او بالتشيز جرين. وربنا يخضر ايامكم يا رب على كل خير. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه من ماس بيرو.